عشان الفوكس بس. اهلا بكم في فيديو جديد، اتمنى يكون عاجبكم حته ان انا بشغل على جوجل هوم ميني، معرفش هتبان ولا لا، بشغل عليها المزيكا دي وبصور الفيديو عادي، فبالتالي بنخفي صوت المروحه لفوق والناس تفضل شغاله عشان ما تعبش يعني. فاتمنى يكون عاجبكم الوضع ده، واهلا بكم في فيديو جديد. حابب اتكلم معاكم الفيديو ده عن حاجه بنكيه، بس حاجه بنكيه خفيفه جدا ان شاء الله، مش هتاخد وقت معانا، حاجه ممكن كلنا نكون ما نعرفهاش او ممكن يكون في قدر كبير منا ما نعرفهاش، فحابب اوضحها يعني. في نفس الوقت حابب اشكركم جدا على التفاعل في الكام فيديو اللي فات، يعني الاراء والناس تعمل لايك تمام الحمد لله، واشكركم على في سبسكرايبرز بيزيدوا برضو، حتى لو بيزيدوا 2 سبسكرايبر في اليوم انا موافق بكده مفيش مشاكل. يعني حاسس ان ده مردود منكم، لان انا بنزل فيديوز او ليه 4 فيديوهات تقريبا او 3 فيديوهات بينزلوا ورا بعض تقريبا، مفيش مده كبيره، فادعوا لي ان انا اعرف احافظ على الكونسيستنسي دي زي ما هي والتزم زي ما انا، والكوميتمنت عندي في الموضوع ده كفيديو ميكنج او ان انا اعمل فيديوهات يعني يبقى كويس عندي، بالتالي اعرف انزل فيديوهات دايما بس. ف thank you for watching، يعني شكرا جزيلا، thank you for support. اتمنى بس الاقي في كومنتات في الفيديوز عشان اعرف ان في ناس بتتفرج، يعني اللايك وحده بحس ان في حد بيتعمل لايك ويطلع، مشكور انه بيعمل كده، بس برضو انا حابب ان انا احس ان بتكلم مع حد، ده هيخليني ابقى مرتاح اكتر في الفيديو، يخليني اتحفز اكتر ان انا اعمل فيديو، واتحفز اكتر ان انا اشوفكم او انكم تشوفوني فتردوا عليا بكومنت، فهتخيل نفسي ان انا بشوفكم كده يعني، فبنكلم بعض يعني. بدون ما نخش في تفاصيل كتير، عايزين نتكلم عن حاجه النهارده، وانا يعني لاول مره من فتره كبيره اعمل زي سكريبت كده، او مش سكريبت يعني الهول كونسبت بتاع الفيديو كتبته كده ورا، فالموضوع خفيف مش صعب ولا مش كبير يعني. حساب التوفير عموما او السيفنج اكاونت، حساب التوفير ده اللي هو بالبلدي كده او فور فان يعني، اللي هو كل اهالينا حبوا يعملوه لنا لما حبينا ندخل الكليه اول سنه لينا، يعني لما انت كنت بتروح الكليه اول سنه كان اهلك بيقول لك تعالى اعمل لك فيزا في البنك او يعني. بنسبه كبيره بيكون هو ده حساب التوفير. في ناس بتعمل اللي هي فيزا الطلبه، فيزا الطلبه دي سبق وشرحتها قبل كده في فيديو فوق هنا، شوفوها في الايل هنا او هنا على حسب اللي اوت بتاع يوتيوب بتاعك عربي ولا انجلش، ممكن تعرفوها ايه هي فيزا الطلبه دي، وممكن اشرح لكم تاني لو انتوا حابين. بس حساب التوفير ده بنسبه كبيره بيكون هو اللي اتعمل، لان بيكون اهلك عايزين يخلوك تتعلم انك تحوش فلوس. حساب التوفير ده هو برضو اللي مفتوح لك في البوسطه من زمان خالص، لما اهلك قال لك انا هاخد 20 جنيه كل يوم او كل اسبوع او كل شهر، ايام ما كانت ال 20 جنيه دي حاجه يعني، واحطها لك في الدفتر بتاعك في البوسطه. فهو ده حساب التوفير، حساب التوفير اللي هو انت بتحوش فيه، فباين من اسمه ده لونج، يعني ده باين من اسمه ان هو استثمار، يعني اهلك بيحاولوا يستثمرك استثمار بس خفيف شويه او صغير، ممكن نسميه شورت تيرم انفستمنت او استثمار قصير الاجل. انا عايز اقول انه السيفنج اكاونت ده اللي هو كلنا عملناه لنا اهالينا او عملناه لنا من زمان خالص في البوسطه، ده اللي هو يعني ابسط حاجه، يعني اللي هو مش ابسط حاجه في التعامل في البنك، لا اللي هو انت لما تبقى عايز تحوش مبلغ او اهلك يعلموك ازاي تحوش تفتح الحساب ده، حساب التوفير. حساب التوفير ده مش عايز اقول بالعربي كده واقول باللغه العربيه الفصحى، هو انك انت بالبلدي بتروح تفتح الحساب مقابل حد ادنى لفتح الحساب، البنك بيحدده، في بنك يقول لك 1000 ونص حد ادنى تفتح بيهم الحساب، بتروح تحط ال 1000 ونص في الحساب بتاعك وانت كده حساب التوفير اتفتح. في بنك تاني يقول لك 3000 بتروح تفتح 3000، في بنك تالت 5000 بتروح تفتح ب 5000، لازم يكون معاك ال 5000 على الاقل او ال 1000 ونص او ال 3000 اللي هم الحد الادنى بيقول عليهم البنك عشان تفتح فيهم حساب التوفير ده. في حاجه تانية البنك بيحددها اسمها حد ادنى لاحتساب الفايده. المبلغ بتاعك لازم ما يقلش عن رقم معين عشان تقدر او يقدر الحساب بتاعك انه يعد الفوائد بتاعته. لو المبلغ بتاعك قل عن كده بنك مش هيعد لك فايده. في بنك بيقولوا ان المبلغ ده اللي هو حد ادنى لاحتساب الفايده 1000 ونص، في بنك تاني بيقول 3000، وفي بنك تاني بيقول 5000. نادرا ما بتلاقي بنك بيحدد لك حد ادنى لفتح الحساب مثلا 1000 جنيه ويقول لك حد ادنى لحساب الفايده 1000 جنيه، مفيش، ممكن يقول لك ان انا هفتح الحساب ب 1000 جنيه عادي بس الفوائد بتعد من 4000، دي موجوده في كام بنك يعني. هي جوجل، فويس داون بليز، عشان بس صوتي يبقى مظبوط كده عشان نزولنا، لازم كل حسابات التوفير دي يكون ليها مصاريف طبعا دوريه. هو واقف ليه؟
هي جوجل كونتينيو. I think it's a glitch. شغال. في بنوك طبعا بتعد زي مصاريف للحساب ده، او سواء كانت مصاريف كشف حساب او مصاريف اداره حسابات او مصاريف دمغه او اي حاجه، مصاريف دوريه. فانت لما تروح تفتح حساب التوفير عايزك تسال بس الثلاث اسئله دول. اول سؤال، المصاريف الدوريه بتاعت الحساب كام؟ كام الليله هتكلفك دي في السنه كام او في الثلاث شهور كام على حسب؟ اقل مبلغ اسيبه في الحساب عشان يعد لي فايده كام؟ وعايزك تتعلم تسال السؤال ده عشان ما تتعبش الموظف معاك، يعني او عشان ما تخليش الموظف ياخد قرار بالنيابه عنك. عايز الفايده دي تتضاف لك على الحساب كل كام؟ في كل شهر، في ثلاث شهور، في ست شهور، في سنه. فانت لازم تبقى عارف الفرق بين ده وده وده وده. الطبع الغالب ان السنه فايدتها بتبقى اعلى من الشهر، والثلاث شهور اعلى من الشهر، والست شهور اعلى من الثلاث شهور والشهر، واقل من السنه. يعني كل ما المده بتزيد مش احتساب فايده، لا، كان العائد ينزل لك في الحساب كل ما انت بتاخد يعني فايده اكتر شويه. اللي انا بشوفه من واقع شغلي ان اغلب الناس ما تعرفش الموضوع ده. تاني حاجه، لو انت حبيت تشرح له الموضوع بيروح ناحيه السنوي، هو عشان عايز اكبر عائد. بس انا ببسط لما بيجي لي العميل عارف هو عايز ايه، عارف هو عايز ايه، دي تبقى كويسه، دي معناها ان هو عنده نولج كفايه يعرف الفرق بين ده وده وده وده. يقول لي براحتك يا استاذ، انا بشرح له مثلا ان ثلاث شهور اعلى من الشهر، فبلاقيه راح ناحيه ثلاث شهور على طول. الموضوع مش مضر، مش مضر لينا احنا كبنك او للبنك عموما، او مش مضر لينا احنا كعملاء عادي يعني. بس انت تبقى عارف ان في كده وفي كده وفي كده وفي كده وبراحتك، دي حاجه كويسه لما تبقى عارف. حاجه تانية برضو عايزك تبقى واخد بالك منها، انك انت لما بتيجي تحط فلوس في الحساب بتاعك، لو جيت تفتح الحساب بتاعك يوم 15/9/2019 حطيت فيه 100,000 جنيه مثلا، وقلت له انا عايز فوائد تنزل لي كل شهر، الفوائد هتبدا تعد معاك من 1/10/2019 وتنزل لك في 31/10/2019. مش هتنزل لك يوم 30/9 وتلاقي فايده نزلت، لا، الفايده عايزها تتحسب معاك لازم الفلوس تاخد من اول الشهر لغايه اخر الشهر. ونركز في الجمله دي، الفلوس تاخد من اول الشهر لغايه اخر الشهر علشان تحسب لك ليها فايده. حتى لو كانت فوائدك بتنزل لك كل 3 شهور، هو بيحسبها كده كده شهري وبيجنبها على جنب. بعض اكيد في بنوك بتعمل، اكيد كل البنوك بتعمل كده، بيجنبها على جنب كده في حسابات عنده الداخليه تبع البنك، وبعد كده بيضيفها لك كل 3 شهور. بس بيحسب الفايده على المبلغ لما يكون يقعد طول الشهر، لان طريقه حساب الفايده في التوفير بتبقى على اقل رصيد دائن بيفضل طول الشهر. اقل رصيد دائن يعني ايه كلمه دائن دي؟ يعني انت مدين بالبنك، اللي هو المبلغ اللي انت سايبه عند البنك. المبلغ اللي انت بتسيبه في التوفير ده اسمه رصيد دائن، عشان تعرف تقرا برضه حساب عشان تعرف تقرا كشف حسابك برضه. يعني الرصيد الدائن دايما دي فلوس انت سايبها في البنك، المدين دي خصومات عليك او سحوبات انت بتسحبها من الحساب. مزيكا حلوه بس. هل رصيد دائن؟ انت لو حطيت ال 100,000 دي يوم 15/9 مش هتاخد فوائد خالص عن شهر 9، تبدا تعد الفايده معاك من اول 1/10. مفروض 31/10 تنزل لك الفايده على 100,000 كلها. انت جيت رحت سحبت من 100,000 جنيه دي 5,000 جنيه يوم كام؟ يوم 15. الفاضل في الحساب يوم 15 35,000، دول اللي هيتعد لك عليهم فايده لغايه اخر الشهر. الا لو انت سحبت منهم تاني، لو نفترض انك انت سحبت من 95,000 دول 5,000 تانيين، فكده اللي فاضل معانا 90,000، دول مكملين معانا لغايه يوم 28/10. فانت رحت جيت يوم 29/10 قلت انا هسحب تاني او هعمل ايداع، عفوا، رحت عملت ايداع ب 5,000. نظر فاكر انك انت كده هتاخد الفايده عن 95، لا، انت هتاخد الفايده على 90 بس. ال 100,000 اللي كانت بادئه معانا اول 10 انت سحبت منهم 5,000 وسحبت منهم 5,000 تاني، فتفضلنا 90. حطيت 5,000 تانيين دول مش هيتعد لك عليهم فوائد لانهم ما قعدوش شهر كامل، انت حطيتهم يوم 28/10 او 29/10 في اخر يومين في الشهر، مش هيعدوا معاك، يدخلوا معاك شهر 11. فانت شهر 10 معاك هيقفل على 90,000، 90,000 دول هم اللي هيعدوا لك عليهم الفوائد. فوائد اتعدت نزلت لك في الحساب، لو انت فوائدك بتضاف كل شهر هتتاكل على جنب، لو انت بتضاف كل 3 شهور او 6 شهور او سنه. نخش الشهر اللي بعده معاك ال 90 ومعاك ال 5 اللي انت حطيتها كده، انت داخل شهر 11 معاك 95,000. اي ايداع تحب تحطه اول يوم في الشهر، اي سحب هتسحبه براحتك. لو انت مزنوق خالص اسحب في وقت عادي، كده كده بيعد الفوائد على المبلغ اللي فاضل. بس لو انت خلاص اتزنقت في اخر يومين مشي دينتك واسحب بعد ما الفوائد تتحسب لك، لو المبلغ ده كان كبير. اي ايداع هتحطه لو حطيته اخر يوم في الشهر عادي، لكن لو حطيته تاني يوم في الشهر او يوم اتنين في الشهر مش هيتحسب لك عليه فوائد. ملحوظه تانيه،
لو اول يوم في الشهر كان يوم 1/10/2019 ده ما في يوم جمعه، انت عايز تحط فلوسك في اول يوم في الشهر مش عارف، لان ده يوم جمعه البنكيه في يوم السبت، ده ما في يوم اثنين، يوم الاحد يوم ثلاثة يعتبر اول يوم في الشهر، بيدي لك الفايده على المبلغ انت بتحطه في يوم ثلاثة. طالما كان يوم واحد واثنين دول كانوا اجازه، اظن الكونسبت او الحاجه اللي عايز اقولها والايديا اللي انا عايز اوصلها وصلت كده. اتمنى ان في نهايه الفيديو يكون حساب التوفير، مش هقول لكم عرفت كل اركانه لا، يعني هو اركانه بسيطه، يعني هو حساب توفير عادي بتطلع له فيزا، دي مصاريف كل 3 شهور او 6 شهور او سنه، مصاريف دوريه انت بتعرفها من البنك طبعا، في كشف حساب بيوصل لك البنك بيبعته لك، وبالمناسبه ده اجباري على البنك انه يبعته او اجباري على البنك انه يصدر كشف الحساب، لكن يبعته لك او يخليه عنده في الفرع دي بتفرق بقى، بتفرق من بنك للتاني او بتفرق من مصاريفها من البنك للتاني، بس هو لازم بنك يصدر لك كشف حساب، ده اجباري البنك المركزي هو اللي قايله كده. بس في نهايه الفيديو حابب اقول لكم ان انا نفسي ارجع اصور فلوجز تانية وفلوج يومي بتاعي من اول ما بصحى الصبح لغايه ما بروح الشغل والكلام ده، بس الدنيا مش سهله يعني، بالذات في الوضع اللي انا فيه دلوقتي مش هينفع، فممكن اصوركم اصور يعني، عايز ابدا اتعلم اصحى بدري شويه، ولو صحيت بدري شويه ممكن اي حاجه او اي اكتيفيتي بعملها قبل ما اروح الشغل اصورها هنا، وانا راجع من الشغل اصور حاجه مثلا، فاهمني؟ ممكن الدنيا تمشي كده يعني، تبقى فيديو خفيف كده بس. لو انتوا عايزين كده يا ريت تقولوا في الكومنتات، يعني انا ما اعرفش انتوا بتحبوا ايه، او ما اعرفش ايه اللي بيجذبكم اكتر يعني. بس ف ثانك يو فور واتشينج، وشكرا ليكم، شكرا للدعم بتاعكم، شكرا للسبسكرايب، لو انت لسه عملت سبسكرايب بشجعك تعمل سبسكرايب عشان تشجعني اعمل فيديوهات. لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو حابب تشارك الفيديو ده او اي فيديو قبل كده في زرار اسمه شير تحت ممكن تشير منه، مفيش مشاكل. بالمناسبه دي انا امبارح كنت ببص على سوشيال بليد، سوشيال بليد دي صفحه او موقع، على موقع بيقول لك التشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتك توصل مثلا، بيقول لك يعني احصائيات كده في التشانل بتاعتك، منها احصائيه توقع، بيتوقع ان كده توصل 1000 سبسكرايبر امتى. هو توقع ان انا هوصل 1000 سبسكرايبر في شهر 2/2020، انا عايز اوصل 1000 سبسكرايبر قبل شهر 12/2019، فيعني يا ريت تساعدوني نعمل كده يعني. بس شكرا جزيلا لمشاهدتكم الفيديو، ثانك يو فور واتشينج، باي. واو 16 دقيقة بصور الفيديو، او وانا كان المفروض اقول ان هو 6 دقايق او 7 دقايق. I am missing short videos، يعني انا مفتقد ان انا اصور الفيديو يكون شورت او يكون مدته قليلة. انا حرفيا بزود مدة الفيديو دلوقتي لما بكلمكم، بس ده غالبا عشان انا عايز اتكلم يعني، او انا عايز احكي معاكم يعني، او اتكلم معاكم في الفيديو. بس thank you.